مساء الخير والسعادة على كل اللي بيشوفونا على قناة الصحة والجمال، وأهلا بيكو في الصالون. في الصالون هيكون معانا فقرات مختلفة ومتنوعة، وكمان ضيوف من كل المجالات. أنا ندى أمام هكون موجودة معاكم في الصالون، وكمان تقدروا تتابعوني على صفحتي الرسمية على الفيسبوك ندى أمام بالعربي وبالإنجليش. النهاردة بقى في أول حلقات الصالون هنتكلم على حاجة بتهم كل البنات والستات. كلنا بنحب نكون حلوين وجمال وطالعين بأحسن شكل. النهاردة بقى منورانا خبيرة التجميل إيمان حسن، اللي هنعرف منها إيه آخر أخبار الحنة وأخبار صبغات الشعر إيه، وكمان هي مقدمة لنا أوفر لطيف قوي لكل اللي بيشوفونا في برنامج في الصالون ومشاهدين الصحة والجمال. إزيك يا إيمان؟ عاملة إيه؟ الحمد لله، كله تمام؟ تمام منورانا. الله يخليك. الاول انا عايزه اعرف منك بس كده، ويعني ايه، علينا صوتك شويه كده. تمام. قولي لي بقى، انت بدايتك اصلا في دخول مجال التجميل كانت ازاي؟ هو اصلا كان عندي، انا اصلا اوريدي مصممه ليالي حنه وحفلات، فكان عندي خلفيه عن التجميل وعن الميك اب وعن الشعر وكده، فحبيت اصقل الموضوع يعني، فعملت درستها يعني وكده، وخدت كورسات فيها وامتهنتها. يعني انت عشان حبيتيها فدرستيها، مش بس اخدتي الموضوع ان هو هوايه مثلا او ممارسه وخلاص؟ لا، هو هوايه من زمان يعني، الحنه مع الميك اب مع دي هوايه من زمان. لكن حبيتي ان انت تزودي الموضوع بالدراسه. عشان برضو يكون واقفه على ارض صلبه. طب فرقت معاكي موضوع الكورسات ده؟ اكيد طبعا اضاف لي كتير طبعا. يعني حسيتي ان الموضوع فرق معاكي، ان انت بقيتي مثلا عندك خبره اكتر، بقيتي عارفه حاجات اكتر؟ اكتر فعلا، كل حاجه يعني، كل حاجه تفاصيلها يعني، زي ما يكون عندك كان رؤوس عن المواضيع، فانت دخلت عمقتي بقى في كل حاجه، فعرفتي فتفاصيلها تفاصيل طبعا اكتر. اكيد. اضافت لي كتير فعلا. طيب هل في بدايه انت بقالك قد ايه اصلا في المجال بتاع التجميل من البدايه خالص، يعني الحنه من الاول بقالك قد ايه تقريبا؟ يعني تقريبا ممكن 4 5 سنين، لكن حنه اكتر. يعني الحنه من قبل ال4 5 سنين كمان. طب يعني اعتقد انه زمان برضو كان الموضوع مختلف شويه عن دلوقتي، يعني كان في مثلا صعوبات بتواجهك، ما كانش الموضوع سهل زي دلوقتي، فايه اكتر حاجه فاكراها مثلا كانت صعبه وقدرتي ان انت تعديها؟ هي في التجميل عامة كان صبغات الشعر، كان يعني الصبغة عامة مجال تاني، معادلات وتركيبات، فبتبقى شوية يعني كانت قلق شوية. بتعوقني شوية، كنت بقلق منها وبخاف منها، بس لما بدأت بقى ان انا ادرسها او كده خلاص بقى الموضوع سهل. بقى الموضوع لطيف بالنسبة لك. طب بصي، احنا هنسيب الصبغة وهنبدأ تمام. بالحنة، بما ان ايه انت كانت بدايتك اصلا مع الحنة. الحنة فعلا. طيب قولي لي، هل الحنة فعلا انواع؟ يعني الرسم اللي انت بتعمليه ده، المادة نفسها، هل المادة دي نفسها ليها انواع؟ طبعا في حنه سوداني، دي بتبقى سمرة جامد جدا، في حنه خليجي، في يعني كل دوله ليها نوع حنه وليها طريقه في الحنه، حتى الهند ليها طريقه في الحنه، في طريقه عجنها، في طريقه تركيبتها، في الاعشاب، العشب نفسه بيبقى درجته ايه، صبغته ايه كده، طب انت فبيختلف. بتفضلي انهي نوع؟ هو عاده يعني احنا عندنا الطبع المصري بيحب الحنه السوداء اللي هي السوداني، لثبات اكتر وبتدي يعني شكل احلى. يعني السوداني دي هي اللي موجوده في مصر اللي الناس كلها بتتعامل بيها، صح يعني دي كده؟ دي بتبقى يعني عامه في مصر، البنات بتحبها، بتبقى كله بيختار الاسود، يعني حتى لما بتيجي تقترح عليهم اي لون تاني يقول لك انا بحب انا الحنه عايزه السود. الاسود. طب احنا معانا صور كده للحنه نشوفها مع بعض تمام. علشان تشرحي لنا كده اوكي الصور والرسومات. انا عايزه تمام. اعرف منك برضو ايه الرسومات الصعبه، هل مثلا الرسومات السيمبل بتبقى اسهل، الرسومات اللي فيها شغل كتير؟ يعني اكيد كل رسمه بيبقى لها بالنسبه لك انت يعني ايوه كده بيبقى لها تكنيك معين ممكن تشتغلي بيه، صحيح. فانت اصلا بتفضلي الرسومات السيمبل اللطيفه ولا اللي هي فيها شغل كتير؟ هو في كلتا الحالات هضطر ان انا اعمل كل الاذواق، بس هو عاده الاسهل هي اكيد الرسمه البسيطه السيمبل، اكيد دي بتبقى اسهل. في بقى رسمه اللي هي المانديلا اللي بتبقى فيها معقده شويه، فيها رسم هندسي، فبيبقى محتاج تركيز اكتر، ادق اكتر كده. طيب والناس بقى بيحبوا ايه اكتر؟ يعني الرسومات الصعبه او مش الصعبه، يعني اللي فيها شغل كتير يبقى الايد كده مليانه رسم وبتاع، ولا بيحبوا الحاجات الخفيفه؟ يعني ايه المطلوب اكتر؟ هو مؤخرا ما بقاش يحبوا قوي الرسم على الايد اصلا، يعني ما بقوش يفضلوه قوي، بيبقى هنا كده. احنا الرسم معانا طب الرسومات، خلينا كده نبص مع بعض تمام. وقولي لي بقى، ممكن نوقف كده بس نشوف رسمه رسمه، يعني دي مثلا دي تعتبر ايه؟ قولي لي. اللي هي اللي فاتت دي، لا دي خلينا اللي موجوده دي، يعني دي معلش انا ممكن مانديلا، بس دي كده نثبت زي الصوره مانديلا سوا. كده برضه. دي من الحاجات الجديده، الدريم كاتشر، الحاجات اللي هي تعتبر يعني من الحاجات الحديثه ايوه، شويه. وداخلها بقى، ما هو دلوقتي الدريم كاتشر بقى يخش فيها تفاصيل برضه، دي فبرضه برضو بتبقى حلوه قوي، دي رايقه دي قوي. الرسومات السهله شويه. ده برضه دخلنا كده في الرسم الخليجي شويه.
وده كده برضو دي لسه الوان، خليجي. في دي حنة الوان. الوان. انا عايزه اتكلم برضو معاكي على موضوع الحنه دي الالوان ده، حنة الوان. ايوه دي لطيفه برضو. دي رقيقة، دي رسم بقى اللي هو البسيط الرقيق اللي ما بيحتاجش شغل كتير، يعني بيبقى سهل وسريع. حلو جدا. طيب لو عروسه، يعني بتفضلي انها ترسم الحاجات الجامده دي ولا انها تعمل حاجه سيمبل مثلا؟ هو مش انا، هو على حسب ذوقها وعلى حسب اذواقها بتبقى ايه، فبقول لها رايي، اقتنعت بيه تمام، ما اقتنعتش خلاص. بس هو عاده كل ما كان الرسم ارق بيبقى ألطف. بيبقى الطف، بيبقى شكله مقبول اكتر. حلو يعني قوي. طيب احنا شفنا بقى في الصور الالوان، الحنه الحنه الالوان. الالوان دي حنه هندي. هندي دي، انتي بتبقى مساعده للحنه الغامقه صح؟ هو انا بستخدمها في حالتين. اول حاجه لو مثلا حد عايز طعم ورد احمر، حكايه تفاصيل في الرسمه، تمام بتعامل بيها. وفي برضو بستعملها في حاله تانية، لو في من الناس بيبقى عندها مشاكل جلديه، الحنه السوداني شويه حاميه او تقيله، فالحنه اللي هي الالوان بتبقى اخف شويه والطف على البشره، ما بتعملش تبقى مشاكل، اهدى. اهدى جدا. طيب هل انتي اصلا بتعملي تيست مثلا للجلد قبل ما بتعملي الحنه، او بتسالي مثلا الكلاينت بتاعك هو يعني؟ لازم، يعني لازم ان انا اعمل تيست، بس ساعات بيفاجئوكي، يعني ساعات بتيجي تقولي خلاص هو بكره، لازم بكره، طب انا هعمل لازم تيست، فتقولي خلاص بقى اعملي وربنا وربنا يسهل. يستر. بس اعملي وربنا بنصحها يستر. لو تاخد اي مثلا حاجه مضاده للحساسيه برضو معاها، يعني اللي هو تحسبها عشان ما يحصلش اي مشاكل او كده. لكن الـ الالوان اهدى يعني على الجلد حتى. اهدى، ما بس مشكلتها انها ما بتثبتش زي السوداني. السوداني بتقعد مده اطول، فهي ممكن يعني اسبوع بكتير تكون خلاص راحت، ممكن اقل كمان. والسوداني بتقعد وقت قد ايه لا بقى؟ كتير بتقعد وقت، يعني اكتر من اسبوع، اكتر من 10 ايام، يعني بتقعد على حسب برضو البشره. طيب ايه ايه البشره، او يعني اللي بتقعد عليها الحنه اكتر؟ يعني هل مثلا لون البشره بيفرق لو بشره بيضه عن بشره سمراء؟ لا إيه طبيعه الجلد لو جلد دهني مثلا دهن. عن لسه راح اقول لك، البشره الدهنيه عامه زي كانها بتطرد برضه، بتطرد الميك اب، بتطرد الحنه، فبتبدا ان هي بتبقى يعني مش مش بتبقى الحنه او الجلد الدهني او البشره الدهنيه هي اكتر البشرات. هي عموما اصلا البشره الدهنيه صعبه في كل الحاجات بصراحه. فبتطرد. ايوه بيبقى الماده طبعا الدهنيه اللي بتفرزها بتاثر على الرسمه اكيد، فبتخليها كل ما تخف اكتر، حتى في ثباتها، يعني لما اجي ارسمها ما تبقاش سوادها يعني قوي. يعني يعني احنا ما بس هنعمل ايه، ما الناس لو بشرة دهنيه بقى ربنا يكون في عونهم فبيرسموا يعني، لا مفر. ويحاولوا يتبسطوا بالرسمه كام يوم كده وبعد كده فهي في ناس بتبقى عايزاها في يومها، يعني في عايز تقولي طب انا عايزه الحنه في يومها وخلاص وتروح تاني. يعني اللي هو يبقى شكل بس كده لطيف في يوم فبمسحها بقى الفرح. بخلص الحنه اللي هي التانيه اللي ما بتضمش كتير، وخلاص هتروح معاكي بسرعه. طيب امي انتي اصلا كمان بتعملي بقى شو، مش بس بترسمي الحنه. احنا ليله الحنه اللي هي بتعتبر ليله مهمه جدا لكل البنات الحقيقه، ويعني فعلا في بنات ممكن ما تعملش فرح بس تعمل ليله ليله الحنه حنه، ده اساسي جدا. اساسي. يعني مش مهم فرح بس احنا هنتبسط في صحيح. الحنه. فقولي لي بقى انتي الشو بتاعك بيبقى عباره عن ايه؟ الشو بتاعي بيبقى الاول العروسه بتكلمني، الشو هو عباره عن لبس والرسم ودي جي، وفي بنت بتيجي تنظم الليله وكده حلو مع قوي. العروسه، بتخليها تفك شويه، بتلبسها، يعني بتقترح عليها كده، بحيث العروسه ساعتها بتبقى مرتبكه مش عارفه تعمل ايه، الموضوع بالنسبه لهم جديد، فبنجيب لهم حد يوجههم. حد يساعدهم شويه. طيب انتي اصلا ايه مثلا ايه اللبس اللي بيلبسوه؟ يعني انا عارفه انه بيبقى مثلا كذا كتير كذا كتير، حاجه، هو ايه بقى كذا حاجة ما على حسب ما العروسة بتختار، بس هو عامة بيبقى فيه هندي ونوبي وسكن، هو الأكتر حاجة اللي بتعمل يعني كده الصعيدي والهندي والنوبي والاسكندراني وفي فرعوني، في كتير، هو في حاجات يعني كل في الكولور. بس ده بيرجع لاختيارات العروسة، هي حابة ايه. في بنات بتبقى اكتف كده، عايزه الهواي، عايزه الافريقي كده، في بنات لا عايزه حاجات هادي حاجات ما تبقاش فيها يعني. يعني. انتي ممكن اصلا البنت ما تاخدش الشو كامل. احنا معانا كمان برضو الحاجات من الشو بتاعتك. الله حلو ده قوي. النوبي. ده ايه ده؟ نوبي. ده نوبي. ده الافريقي. اوكي حلو قوي. انتي بتلبسي العروسه الحاجات دي؟ وده صعيدي. ده ده احنا البلدي بتاعنا الجميل ده. ده اسكندراني. حلو قوي، تمام، حلوين جدا. ده طيب برضه يعني زي ما بقولك بقى، انت البنت ممكن ما تختارش كله صح، يعني تنقي حاجات مثلا على معينة. حسب. هي في بنات بتبقى عايزه كله، وفي بنات تقول لك لا طب انا عايزه، على حسب برضو تحس اللبس، على حسب شخصيه البنت هي حابه ايه. في لبس اللي هو فيه شويه اكسسوارز اكتر او كده، ففي
في بنات بتفضله، في بنات لا عايزه حاجه سيمبل بسيطه عايزه عشان حاجه هاديه مش ولطيفه عايزه كده ابان تمشي قوي مع عشان الناس وكلام كده يعني. فهي بتبقى شخصيات. كل واحده بقى تختار الحاجه اللي هي عايزاها وانتي بتظبط بد... لها اه بضيف لها بس افكاري وكده يعني، لو هي حابه حاجه تمام اللي هي عايزاه خلاص. طب ايه اكتر الحاجات اللي البنات بتطلبها؟ يعني طبعا انت اكيد بقالك فتره شغاله في الموضوع، فانت شايفه اكيد في مثلا لبس معين او ستايل معين هو بيكون عليه طلب اكتر كده، فايه هو اكتر الحاجات؟ ايوه هو الهندي، الهندي البنات يعني عاشقه قوي دلوقتي عشان للاتواب المسلسلات الهنديه الهندي دلوقتي بقى فظيعه يعني، فكله ساعات يقول لا كتري انا عايزه اكتر من توب هندي. والله وانت عندك اكتر من شكل. عندي اكتر من شكل ومقاسات مختلفه يعني، طبعا اول البنات بتبقى مقاسات مختلفه وكل حاجه. اللبس بيبقى للعروسه بس ولا ممكن البنات اللي معاها في الحنه كمان يعني يطلبوا مثلا ان في هم بيطلب ايوه في بس اكيد طبعا بيبقى مختلف عن لبس العروسه، بس في بتطلب اخواتها، في مامتها، في اصحابها، على حسب بقى برضو ده بيرجع على حسب اتفقنا او كده، او على حسب هي حابه ايه كده. وطبعا ده غير الموضوع الرسم، انت كده كده الرسم بتاع العروسه بتاع العروسه والبنات ده اساسي موضوع والبنات بقى على حسب برضو ما هي يعني هي عايزه ايه او متفقه معايا بايه، الناس هترسم مش هترسم كده. طيب موضوع الرسم ده برضو، هل انت مثلا عندك كتالوج بتوري الناس ولا انا ممكن اجيب لك رسمه اقول لك انا عايزه ارسم دي فترسميها لي؟ يعني الموضوع بيبقى ازاي؟ هو انت مثلا بتشوفي الاشكال الجديده، الحاجات اللي طالعه موضه زي ما انت كنت بتقولي لي مثلا موضوع الدريم كاتشر والحاجات اللي طالعه دلوقتي دي، فانت يعني بتعرفي الحاجات هو الجديده انا ازاي؟ بتابع اكيد طبعا، بتابع جديد ايه وايه اللي مثلا اخر حاجه بتبقى ايه، وايه اللي اكتر البنات بيبقى اكتر اقبال عليها. بس عامه انا بشوف يعني، عشان انا معايا اصلا على الصور على الموبايل، بس عشان هي تختار بنضيع وقت فظيع، فبقولها حضري موضوع الرسومات اللي الاختيار انت صعب قوي حباه. بيبقى مترددين جدا، فبقولها اختاري انت اللي انت حباه، خشي على اليوتيوب، خشي على جوجل، خشي واختاري الرسومات وانا قرري هنفذها لك اللي انت اصل عايزاه. برضه الواحد بيلاقي حاجات كتير قوي حلوه بيبقوا ويعني مختارين عارفه اللي هو طب بيجننوكي. اعمل ايه ولا ايه، عارفه ببقى عايزه اعمل كل الحاجات ايوه فيعني فانا يعني حتى هي بقولها اختاري اكتر من رسمه واكتر من شكله، ومع بعض بنظبط بقى يعني، بقنعها ايه اللي يليق عليكي اكتر، ايه اللي يكون ما دي برضو حاجه مهمه كنت عايزه اتكلم معاكي. افرضي انا اخترت رسم معينه او حاجه معينه مثلا ايد صغيره مش عارفه صوابع عامله ازاي، فالشكل مش هيبقى زي ما هو في الصوره، يعني انا ممكن اكون شايفه حاجه في الصوره ده حلوه كتير، قوي ده كتير اجي اعملها الاقي ايه ده لا شكلها مش حلو عليا، كتير. انتي بتتصرفي ازاي بقى في الموضوع ده؟ بحاول اقنعها يعني، لو ايديها صغيره اكيد مش هتختاري رسمه كبيره عشان خاطر هتبقى هتاخد ايدك كلها، تبقى شكلها مش ظريف او كده، فبحاول اقنعها يعني دي هتبقى احسن عليكي. اقتنعت تمام، ما اقتنعتش خلاص انا خلاص بقى انتي بعاقبك. حرة بقى انتي حرة بقى يعني خلاص انا قلت خلاص لك انا وانتي كده عاقبتك بيها بقى باختيارك. انتي كمان يا ايمان قلتي لي انه مع الحنة بقى انتي دخلتي مجال التجميل واخدتي كورسات ودخلتي بقى في سكة الشعر حصل والصبغات والحاجات ايوه حصل الحلوة دي. خلينا بقى في الاول نقول كمان انتي عندك البيوتي صالون بتاعك ايمي ايوه بيوتي صالون، ايوه وطبعا لو اي حد عايز يعني يتواصل مع ايمان العنوان بتاع البيوتي صالون موجود وكمان رقم التليفون تقدروا تكلموها وتروحوا لها، نوروني. وهنقول كمان الاوفر الجميل اللي ايمان عامله لنا. فقولي لي الاول ايه الحاجات اللي موجوده عندك في البيوتي صالون، ايه الحاجات اللي انا ممكن اجي اعملها هو يكاد يكون كل حاجة يعني، الحمد لله يعني يعني اشرحي لنا سافاش. برضو اكتر. بعمل كل حاجة، بعمل طبعا تنظيف للبشرة، صبغة، شعر، سشوار، مكوى، تجهيزات عروسة، حمام مغربي، حاجات كده كل حاجة. حلو قوي حلو قوي، يعني هتتبسطوا يا جماعه لما تروحوا جدا يعني كل احنا حاجة نروح كلنا طبعا كلنا نيجي منتظراكم نعمل الحاجات اللي تنظيف البشره ده حاجه مهمه جدا، طبعا. ناس كتير او بنات كتير قوي يعني مش هقول لك بتكسل بس اللي هو روتين الحياه ومش عارف ايه وكده فمش فاضيين نعمل تنظيف حقيقي بشره والحاجات دي، فايه ايه خطوات تنظيف البشره اللي عندك مثلا؟ يعني هل في ماسكات معينه بتعملي ايه لما انا باجي لك كده مثلا وتلاقي بشرتي مجهده بايظه خالص؟ هو طبعا على حسب برضو يعني درجة الإجهاد اللي بشرتك ايه يعني، في ناس بيبقى عندها طبقات تحت البشرة فلازم دي بنعمل لها روتين معين. في ماسكات طبعا برضو على حسب أنواع البشرة، بشرح بشوفها الأول هي عندها أماكن داكنة أو لأ في بشرتها. في بقى حمام البخار أساسي بعمل لها بخار بشرة بالماسكات اللي هي مناسبة ليها. في أجهزة كده برضو بتبقى زي شفط دهون، حاجة بتجدد خلايا يعني كده، بتعملها بعمل يعني لها بظبطها، ريفرش المهم تخرج ان هي حاسة بتغيير يعني مبسوطة او ما دي اهم حاجه الواحد بعد كده يبص في المرايه الوش يلاقي نفسه ايه ده الله يعني تمام. وشي نور، هي عارفه فعلا تنظيف الجمله البشرة دي؟ بيفوق البشرة جدا، بتبقى فيها حيوية جامدة جدا يعني. عارفة انا بنصح الناس بجد يعني تبقى مداومة عليها ان شاء الله، لو كل فترة بس يعني تبقى اساسي يعني.
ما انا بقولك هي المشكله فعلا ان احنا بننسى، الوقت بياخدنا والشغل وكده، بس برضه فبتنسي، يعني مع ان لازم البشره دي اكتر حاجه مهمه، ده طبعا يعني يعني الوش عدم هو نظافتها اكتر بيبقى حاجه. فيه حبوب، فيه اسمرار، فيه حاجات كتير قوي بتعمل لنا مشاكل كبيره قوي على فكره بعد كده، بتساعد على التجاعيد يعني بدري. اه بالظبط، فتنظيف البشره ده بيحمينا وبيخلينا يعني نتفادى حاجات كتير جدا. ده حقيقي فعلا. ومع تقدم السن يعني كل ما الواحد بيكبر شويه بيبدأ بقى ايه يكتشف انه ايه ده. فانا بتهيألي انه اصلا الاهتمام بالبشره لازم يكون من واحنا صغيرين شويه، يعني مش لما اكيد تبدأ المشاكل اكيد تبان لازم، نبدأ نهتم. ممكن نعملها ثقافه لاولادنا بعد كده. يعني اه انا بنصح والله والله ناس كتير في حاجات، يعني يبقى في غير زمان، يعني يبقى الناس عندها ثقافه ازاي تخلي بالها من بشرتها، من نفسها. الناس لازم تحب نفسها اصلا، لازم الست اصلا عنوان الانوثه والجمال، يعني المفروض تكون يعني جميله دايما. حبوا نفسكم يا جماعه، لازم نحب نفسنا علشان يعني ايوه طبعا ايوه نحب نفسنا عشان نعرف نحب اللي حوالينا واللي طبعا حوالينا طبعا يحبونا. طبعا يعني دي ثقافه فعلا دي مهمه فعلا، مهمه جدا يا ريت. بصراحه. طب من البشره بقى خلينا نروح للشعر. تمام. آه انت ما شاء الله عندك صبغات شعر حلوه جدا جدا يعني، والوان تحفه. وصلت لها بصعوبة. اه فقولي لي بقى انت عملتي ايه عشان خاطر توصلي للشكل ده؟ هو انا الاول كان عندي خلفيه في الصبغه بس اللي الحاجات الخفيفه دي، فلما تعمقت فيها لقيتها عالم تاني بصراحه. فلما دخلت بقى اخدت كورسات فيها، بقيت لقيت كل حاجه مش الموضوع ان انا اجيب صبغه اشتريها واحطها في شعري وخلاص، أو عامل كده في البيت يعني. لا، دي تركيبه ومعادلات، وازاي اطلع اللون صح، وازاي اطلع لون مضيء، وازاي اطلع اللون ما يبقاش داكن، ما يبقاش يخلي شعري باهت. فالموضوع فيه موضوع كبير. طبعا اه انت يعني اه طب احنا عايزين بقى الحاجات اللي انت بتقوليها دي نشوفها صورة كمان، تمام. يعني مش تبقى بس مجرد كلام، فنشوف كمان الحاجات الحلوة اللي يا انت ريت بفرح عاملاها. انا ما بشوفش اصلا. اه لا جميل، انا شفت الحاجات بصراحة عظيمة جدا، يعني احنا عايزين نبدأ كده. اه وفي يعني شعر فيه بيبقى صبغه اه وبروتين مع بعض برضو، ده دي اللون. صبغه، ده لون، هي الاضاءه اصلا مش مظبطاه. اه يعني انتي عاملة الوان كمان حلوة، يعني الوان اللي اكتر الوان بتطلب دلوقتي اللي هو اللون الزيتوني، الناس حابه قوي. اه. بس انا بقى وفي بسمع او يعني من يعني خبرتي القليلة جدا ان اللون ده بيجهد الشعر، يعني كل الاصفرات بعرف ان هي بتجهد الشعر قوي، فانتي عشان ممكن تفتيح، وكل ما هو فيه بودرة تفتيح اكتر كل ما هو فيه اجهاد للشعر اكتر، وبرده كل ما كان درجة الاكسجين اعلى برده بيجهد الشعر اكتر، بيجهد درجة الأكسجين الاكسجين أعلى. نفسها تبقى اعلى، اه يعني كلما كانت اقل كلما كان يبقى الشعر برده بيبقى أهدى على اهدى الشعر على الشعر، شوية. مبقاش فيه مشاكل، مبقاش نسبة اضراره اقل. طب انا في سؤال، علشان كذا حد مثلا اروح له عشان اصبغ شعري او كده فيقولك ايه لا اللون مش هيلقط في شعرك، فمش عارفه يعني ايه اللون مش هيلقط في شعري، يعني ليه اللون مش هيلقط في شعري؟ لا، في شعر بيبقى عنيد، في شعر اه اصلا يعني ده درجة مثلا اه في ده شعر درجة التفتيح فيه بتبقى اه صعبة، لان اه اصلا شعر عنيد ما بيفتحش بسهولة. ده ده الالوان الاحمر، اه النبيتي ده عظيم جدا. ده اللي هي الاشارات بقى، اه اللي هي الخصل الاشارات، ده مثلا قولي لي كده احنا ده هنا انتي زيتون، ايه؟ دي اصلا عاملة بروتين، ده بروتين، دي بقى قصات شعر اشكال اه كده. يعني بصي هقول لك حاجه، اللون برضو مثلا الاحمر او النبيتيات والدرجات دي دايما يقول لك ايه اللون مش بيثبت في الشعر، بينزل بسرعه يعني. يعني تمام. فليه بقى؟ يعني هل ده بيبقى مشكله صبغه، مشكله لون، مشكله شعري نفسه؟ يعني ليه اللون او الاحمر تحديدا يقول لك ما بيثبتش، يعني غسله والتانيه وهتلاقي اللون اتغير. الاحمر بالذات الغلط فيه ان الناس بتشقر اكتر، بتشقر ببودره التفتيح، فبالتالي معنى ان انا بشقر الشعر كاني بشفه، شعرايه شفافه، فانت بتحطي اللون على حاجه شفافه فبينزل ما بيثبتش. لكن لما بتعملي الصبغه على الشعر، انا يعني الطريقه اللي انا اتعلمتها اكتر ان انا بصبغ الشعر على طبيعته، على لونه الاحمر نفسه. هو ممكن بس بيبقى نسبه الاكسجين اقوى شويه، فده بيقعد فترة أطول وما بينزلش، بس هو عامة الأحمر رخم شوية إن هو بينزل يعني شوية بشوية كده. اه ما بيقعدش يعني ما بيثبتش بنفس الدرجه او بنفس الشكل الاولاني اللي احنا بنبقى طالعه بيه ده، اللون بيختلف شويه مثلا، يعني بعد حبه كده بلاقي اللون نزل فبيتغير اللون بتاعه، صح كده؟ تمام. اه لكن هو كل ما احنا شفينا الشعر اللي هو بودرة التفتيح، كل ما الدنيا بتبقى مش ظريفة برضو، اللي هي الأحمر تلاقيه بينزل، بيدي قرنجة اللي هو الأورنج ده أكتر، فما بحبوش بصراحة. لكن هو لما بتبقى الشعر على طبيعته اللون بيثبت اكتر وبياخد شكل احلى كمان. طيب بعد بقى الشعر ما بصبغه مثلا زي ما بتقولي مثلا الاصفر، فالاصفر بيجهد الشعر، اعمل ايه عشان اخلي بالي من شعري؟ يعني
اغذيه ازاي مثلا، اعمل ايه علشان خاطر احاول يعني اظبطه شويه بعد الصبغه؟ هو اصلا قبل الصبغه لازم يكون الشعر اوريدي متغذي، يعني انا ما اه بنصحش ده حد موضوع مهم اصلا. برضو. يعني انا لو حد جاي يصبغ شعرها في تساقط ما بنصحهاش اصلا تصبغ، يعني لو في مشاكل، يعني الصبغه اوريدي فيها نسبه الكيميكال فيها فبتعمل مشاكل شويه، فلازم الشعر يكون صحي يعني على الاقل 90%. 90%؟ ده انتي متفائلة جدا على فكرة، يعني انتي يعني عارفة مبقاش في شعرنا تساقط، مبقاش في التقصف الجامد، برضو ما بنصحش بيه اه الصبغه لانه انت بتهلكي الشعر اكتر فبينشف اكتر. اه يعني والله فلازم بس انتي الاهتمام قبل الصبغه، وبعد الصبغه طبعا بحمد كريم كده، هو عايز عينيه اصلا، طالما قررت ان انا اصبغ شعري لازم اعتني بيه، فده اساسي. واحنا برضو عندنا مشكلة شوية في موضوع الشعر ده، لانه مثلا اغلبنا محجبات، فانتي طول اليوم الحجاب شعرك برضو تحت مشكله الاشارب. فعلا، ان بيعمل تساقط شعر، في المفروض تساقط جامد، فالمفروض برضو من ان لاخر لازم تهويه، ما هي دي لازم مشكلة، تهويه. مشكلة كبيرة. طب من الألوان برضو اللي يعني بيتقال ان هي صعبة شوية في الصبغة، الأسود. يعني يقول لك انت تصبغي أسود ما تصبغيش تاني بقى، خليكي صحيح، بقى عيشي بالأسود طول الوقت بيثبت يعني. جامد جدا، صعب ان ينزل تاني، او وصعب كمان ان انت تصبغي عليه تاني. يعني ما هو بالظبط، يعني يقول لك انت الصبغة السوداء دي ما تحاوليش ان انت تجربي لون تاني بقى بعدها يعني. انا بنص يعني الصبغه السوداء عامه احنا بنلجأ لها في ان هي تداري الشيب، يعني في بيبقى حد عامل صبغه والرطس طالع فيه ابيض، فبنضطر طبعا الحل ايه، فبنضطر ان احنا بنحط نسبه اسود مع اللون اللي هو اللي هي عايزاه، مثلا اوريدي بني او كان كان، فبنستعين بيها عشان بس نداري الشيب. لكن يبقى الشعر طبيعي مثلا او لونه بني وقعد اعمله اسود، ده صعب ان هي تظبطه تاني، فهي تكتفي بيه بقى كده. فتفضل بقى مكملة بالأسود طول او الوقت، الاسود اللي هو فيه اسود مزرق اللي هو اسود الخليجي ده، عارفاه؟ طلعوا فيه موضه جامده يعني فتره، بس بيجي برضه تبقى عايز، انا عايز اغير زهقت منه نووي يعني خلاص. تزهقيش بقى، خليكي بقى انت عيشي. اخترتي، استحملي اللي هو لا اختياراتك، كملي بقى بيه وخلاص، انت اخترتي اللون ده فاستمري ده بيه. حقيقه. بقى طب صعب احنا ايه الموضة اصلا بتاعت الالوان الفترة دي؟ يعني ايه اكتر لون شعر موضة دلوقتي؟ هو الاشقرات برضو يعني فتره، بس بدات برضو ان هي تقل شويه. الاحمر مكتسح قوي، ناس كتير بتبتدي تطلبه جدا الاحمر، ايه برضو الزيتوني بقولك عليه برضو دوت بيطلبوا كتير، وبرضو بنرجع مش حسب الطلب، يعني ايه اللي هيليق على بشرتي، ما هي يعني دي انا لون الفكرة بقى. بشرتي ايه، ما انا ممكن حد طلب اشقر بس مش هيليق عليها خالص، فهو البشره ايه اللي هيليق عليها اللي بيعرف الأشقر بيليق الاخطاء. أكتر مع اللون الأصفر، يعني بيليق أكتر مع البيض. هو بص البشره الخمري او البيض عامه يعني شابوا ليها، يعني بيليق عليها كل حاجه الصراحه. بس هي بتحجمي، بس البشره السمراء ما ينفعش ان تفتحي لها زياده عن اللزوم، بتغمق جدا البشره. بتبقى عايزه الوان معينه او درجات معينه. طب فما ايمان، بنصحش انت يعني. بقى عامله اوفر لطيف كده لكل اللي حصل بيتفرجوا اي على برنامج في الصالون ايوه ومشاهدين الصحه والجمال، تمام. فتقولي لنا كده ايه الاوفر بتاعك؟ هو انا يعني اللي هيجي ان شاء الله يزورنا باذن الله ليه رسومات حنه فيه، وان شاء الله ليه تنظيف بشره ايه ده، برافو، ده حلو قوي على فكره. تنظيف البشره ده هي اللي يعني عارفه، هي اللي قالته دلوقتي، هي كانت اضافته. متفقه معايا على الحنه بس. لا ان شاء فيا الله جماعه اي حد ان تنظيف شاء الله بشره هيروح باذن الله. لايمان البيوتي صالون بتاعها وهيقول لها ان هو من يعني شاف الفقره بتاعتنا او عارف ان البيوتي شاء صالون الله من الفقره بتاعتنا، هيكون ليه رسمه حنه ببلاش وتنظيف بشره ان كمان. شاء الله. فالارقام موجوده اهي على الشاشه والعنوان كمان، اللي العنوان حابب سهل بقى جدا على فكرة، يروح رمسيس يعني معروف. المكان سهل جدا، تقدروا تروحوا وان شاء الله يعني هتلاقوا حاجات حلوه جدا ان شاء الله وهتتبسطوا جدا جدا عند ايمان وتنوروني ان شاء الله. ان شاء الله. ويعني باذن الله حبيبتي ربنا يوفقك، ربنا يكرمك وانتي نورتيني جدا جدا والله. النهارده تسلمي، انا بجد، سعيدة مبسوطه ان بيكي انتي والله، كنتي انا معايا، اكتر حقيقي والله. ويعني انا عن نفسي استفدت جدا حبيبة بكل قلبي الحاجات اللي انتي تسلمي يا قلتيها، رب، تسلمي. فنورتينا يا ايميل اتمنى اكون افدت ماما كمان واكون ضيفة خفيفة عليكم يا رب. جدا يا حبيبتي، تسلمي يا نورتيني رب يا محمد، نورتينا. تسلمي يا رب. احنا كده تكون خلصت حلقتنا النهارده من برنامج في الصالون، اتمنى انها تكون حلقه كانت يعني مفيده وسريعه ولذيذه، ان شاء الله تكونوا استفدتوا بيها. هشوفكم ان شاء الله في حلقات تانية في الصالون. سلام.